أنا عمري 70 سنة أجاهد وياهم مظاهرين، أنا مظاهر وياهم، أغسل لهم ملابس، أشرهن، خيطن وينهم، العد منو إنهم غير إحنا أمهاتهم. إيش تسوي؟ نريد وطن، أريد يستقر العراق. باقونا كل شيء ما حصلنا، كله بالأجارات. أنا قاعدة أجار، عندي أيتام وأرملة من يوم 25 جاية أغسل ملابس مال المظاهرين، كلها دماية يجيبوها، كلها صار لهم شهر ما سابحين ملابس، بنغسل نشرن حتى الخيط هاي أبرة خيط جايبين. احنا جينا بداية المظاهرات، كان ابننا موجود، ابني موجود الكبير، يجي يسبح للبيت ويجيب ملابس اصدقائه وياه يغسلن، وثاني يوم ياخذن، شفناه تعب عليه يعني هواي يجيب، قول كلهم محافظات خطيه من يغسل لهم. اتفقنا انا وياه، قلت له خلنا نروح هناك حتى نغسل اكثر عدد، لان هواي جاي نغسل اليوم من مليون قطعه، والله ما نلحق. احنا بالبيت منو يسوي لنا هذا الشيء؟ امنا هي هنا بمكان امنا، كل هذا الشيء داس تسوي بمكان امنا. يعني هسه مرات انا اشتاق لامي من اشوفها، لا يعني اشتاقي يقلل والله. كل يوم تيجي؟ كل يوم انا اجي اجيب ملابس، اغسل ملابس صدقاني، ملابس جماعتنا هنا كلهم نغسلهم.